اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم عليه. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. اللهم صل وسلم عليه. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. اللهم صل وسلم عليه. ألا يا مرحبا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. اللهم صل وسلم عليه. على ما يرتضي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الوصول. اللهم صل وسلم عليه. على ما يرتضي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الوصول. اللهم صل وسلم عليه. ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سيار الجهابذة الفحول من السلف الذين بهم بلغتم مقاما عز في المجد الأثيل. اللهم صل وسلم عليه. بحرمة سيد السادات خير برايا السيد البر الوصول إمام المرسلين وخير عبد كريم كامل فرد جليل. اللهم صل وسلم عليه. على فوق العلا
تعالى وحاز مراتب الشرف الأصيل حوى رتب الكمال فلا شريك له فيها وجل عن المثيل. اللهم صل وسلم عليه. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل. اللهم صل وسلم عليه. فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأنكر كل ذي كفر وبغي، وأعرض كل ختال ظلول. اللهم صل وسلم عليه. ففاز المقبلون بكل خير، وعقباهم إلى الظل الظليل، وخاب المعرضون وكان عقبا معاصيهم إلى الخزي الوبيل. اللهم صل وسلم عليه. ومقدمكم علينا فيه بشرى لنا ولكم بإدراك القبول، بواسطة الذي جئتم إلينا لقصد حضور مولده الجليل. اللهم صل وسلم عليه. بواسطة الذي لقصد حضور مولده الجليل، ومقدمكم علينا فيه بشرى لنا ولكم بإدراك القبول. اللهم صل وسلم عليه. ملاحظة من المولى بعيني مراعية، ومن طه الرسول عليه الله صلى ثم آل وصحب بالغدايا والأصيل. فالله يرحم جمعنا بفضله، آمين. ولا يعاملنا بقسط أدله، ببركة الهادي ختام رسلي، آمين. إمام المتقين الأبرار، والحمد لله.